حصاد الجنوب، أهلا بكم. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس. رئاسة الانتقالي جددت في اجتماعها الترحيب بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة عدن، مؤكدة دعم المجلس لجهوده في تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب، كما استمعت إلى إحاطتين عن مستجدات الأوضاع في محافظتي شبوة وأبين وتقرير مقدم من مركز دعم صناعة القرار. وقع محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الخميس عقود 5 مشاريع في قطاعي النظافة والتحسين والأشغال العامة والطرق، وتتضمن المشاريع شراء وتوريد قاطرتين 10 قلابات حمولة 50 حاوية قمامة لصالح صندوق النظافة والتحسين، وشراء وتوريد رافعتي إنارة لمكتب الأشغال العامة والطرق. نفذ عدد من الوحدات الأمنية بمحافظة لحج اليوم انتشاراً أمنياً واسعاً في المحافظة وشمال العاصمة عدن. الانتشار الأمني رافقته دوريات متحركة، كما استحدثت نقاط تفتيش على امتداد واسع من محافظة لحج حتى شمال العاصمة عدن. واصلت ميليشيا الحوثي التي تحتل مديريات بحان بمحافظة شبوة ممارساتها الطائفية. مصادر محلية أكدت قيام الميليشيا بتغيير أئمة المساجد والخطباء بآخرين موالين لها، كما أجرت تعديلات على صيغة الأذان والشعائر الدينية الأخرى، بالإضافة إلى وضع ملصقات بشعاراتها في المساجد والأسواق والمدارس والمحال التجارية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.